السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي طالبة وطالبات الصف الثاني الثانوي في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء. إن شاء الله النهاردة هنكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة. لو فاكرين مع بعض في الحلقة السابقة شفنا الديالوجو اللي موجود مع بعض في الوحدة وقريناه مع بعض، طلعنا المعاني اللي مش واضحة وحلينا عليه أسئلة، تمام، وشفنا مع بعض جزء مهم جدا في الوحدة دي بيتكلم عن لي بريبوزيسيوني اللي هي حروف الجر. وزي ما قلت لكم ان في تشيسونو دو تيبي دي بريبوزيسيوني، في نوعين من حروف الجر، في حاجه اسمها بريبوزيسيوني سامبليتشي حروف الجر البسيطه، بريبوزيسيوني ارتيكولاتي حروف الجر المركبه. وشفنا مع بعض استخدام حرف الجر ان و ا و ال. طيب تعالوا دلوقتي نراجع سريعا كده، هبدا دلوقتي اللي احنا ختمناه من الحصه اللي فاتت او الحلقه اللي فاتت اللي هو جزء من حروف الجر، وبعدين نحاول ان شاء الله النهارده مع بعض نخلص كل حروف الجر. طيب لو بصينا مع بعض كده يا شباب على الشاشه، لي بريبوزيسيوني سامبليتشي اللي هي حروف الجر البسيطه، حروف الجر البسيطه. طب ايه هي حروف الجر البسيطه؟ تعال نقرا مع بعض تاني ونفتكرهم، اللي هم دي ا دا ان كون سو بير ترا فرا، وترا وفرا بيساووا بعض. والنهارده ان شاء الله هنشتغل على كل حروف الجر دي ونعرف كل واحده استخدامها ومعناها. اخر مره دي يا دا ان كون سو بير ترا فرا. طيب دي اسمها لي بريبوزيسيوني سامبليتشي حروف الجر البسيطه. ليه اسمها حروف جر بسيطه؟ زي ما انتم شايفينها كده لوحدها كده فاسمها لي بريبوزيسيوني سامبليتشي. طيب عندي حاجة اسمها لبريبوزيسيوني ارتيكولاتي اللي هي حروف الجر البسيطة دي هتتركب مع أداة التعريف أو هتدمج مع أداة التعريف. عشان كده أنا جايب لكم الأول، تعالوا نفتكر مع بعض إيه هي لأرتيكولي ديترميناتيف، إيه هي أدوات المعرفة. دي حاجة من سنة أولى درسناها، طب ليه بنعيدها تاني؟ عشان لما نيجي نحل هنحتاجها جدا مع حروف الجر المركبة. تعالوا نفتكر مع بعض، لو كلمة مفرد مذكر ماسكيلي سينجولاري كان عندي ثلاث أدوات تعريف، ايه هم يا شباب؟ كان عندي ال الابوسترفو لو، ايه هم؟ ال الابوسترفو لو. طب امتى كنت بختار اللو؟ يقول لي سي لا بارولا انيسيا كون زيتا، لو الكلمه بتبدا بحرف زيتا، زي كده لو تزيو العم. تاني حاجه ليها سي لا بارولا انيسيا كون اس بيو كونسونانتي، اس زائد حرف ساكن، زي اجي اقول لك لو ستودنتي، يبقى كنت بختار اللو لو الكلمه بتبدا بيت زيتا او اس زائد ساكن. طيب اللي هي الابوسترفو امتى بختارها؟ سي لا بارولا انيسيا كون اونا فوكالي، لو الكلمه بدات بحرف متحرك، زي ايه هو الحروف المتحركه؟ الا والاي والاي والاو والاو. طيب الال يا شباب مع الباقي الساكن، يعني ايه الباقي الساكن؟ اي حاجه غير الحالات بتاعه المتحرك والزيتا وايه زي الساكن اجري اختار ال. طيب لو الكلمه في منين سينجولاري مفرد مؤنث، ايه الاداتين التعريب بتاع المفرد المؤنث؟ كان عندي حاجة اسمها الله والإلا بوستروفو. طب نفتكر مع بعض، الله بختارها سي لا بارولا إنيسيا كون أونا كونسونانتي، لو بدأت بحرف كونسونانتي يعني ساكن، أو الإلا بوستروفو سي لا بارولا إنيسيا كون فوكالي، لو الكلمة بدأت بحرف متحرك هختار إلا بوستروفو. ودايما قبل ما اختار أدوات التعريف يا شباب دايما كده أول حاجة تحديد نوع الكلمة، تمام. طيب تعالوا نفتكر مع بعض ادوات الجمع لارتيكولي بلورالي، ايه هي الارتيكولي بلورالي ادوات الجمع؟ طبعا كده تنقسم لجمع مذكر وجمع مؤنث. ماسكيلي بلورالي جمع المذكر كان عندي اتنين، حاجه اسمها الاي واللي، الاي واللي. طب لو فاكرين هنذاكر بس كده من تحت، اللي تلات استخدامات، ايه هم التلات استخدامات بتاعت اللي؟ بيقول لي سي لا بارولا انيسيا كون زيتا، لو الكلمه بدات بتزيتا، او اس بي كونسونانتي او اس زائد ساكن، او حرف يا شباب متحرك، يبقى الثلاث حالات دول مع لي. طيب يبقى اختار ايه امتى يا شباب؟ مع الباقي الساكن، يعني الكلمه ما بتبداش باي حاجه من الثلاثه دول، اختار يا شباب الاي اللي هي مع الباقي الساكن. طيب تعالى الجمع المؤنث بقى، سي لا بارولا انيسيا كون كونسونانتي او فوكالي، اي كلمه جمع مؤنث يا شباب ما فيش غير اداه تعريف واحده اسمها اللي، اسمها يا شباب ليه. طيب كده شفنا مع بعض حروف الجر البسيطه وشفنا مع بعض ادوات التعريف وراجعناها مع بعض، تعالوا نشوف بقى الشكل النهائي لبريبوزيسيوني ارتيكولاتي اللي هي حروف الجر المركبه، اللي هو تاني شكل عندنا
من اشكال حروف الجر. حتى الان خلي بالكم انا ما شرحتش استخدامات، حتى الان انا وريتك شكل حروف الجر البسيطه وحروف الجر المركبه اللي هي البريبوزيسيوني ارتيكولات. تعال نشوف بقى شكل حروف الجر المركبه اللي هي بتدمج او تركب مع ادوات التعريف. بيقول على سبيل المثال لو حرف الجر ا جه بعديه اي اداه تعريف، شايفين كده ا زائد د بتبقى ايه؟ ال، الو، الابوستروفو، الله، اي، اللي، اللي. شايفين اتركبت معايا التعريف فبقى اسمه حرف جر لبريبوزيسيوني ارتيكولاتي، حروف الجر المركبه مع اداه ميم التعريف. طيب حرف الجر ده تعال نشوف بيتركب ازاي او يدمج ازاي مع ادوات التعريف. ضل، ضلو، ضل ابوسترفو، ضل، ضاي، ضلي، ضلي. طيب حرف الجر دي اللي هي دي اي اللي هو بتاع الملكيه نعرف معناها بعد شويه، بيدمج ازاي مع التعريف دل. خدت بالكم الاي او الاي، اسف الاي بتبقى اي ايطاليانا، الاي بتتحول لاي، يبقى دل، ديلو، ديلا ابوسترفو، ديلا، دي، ديلي، ديلي. تمام. طيب حرف الجر ان هنعرف معناها بعد شويه واستخداماته او نفتكر مع بعض. ان بيبقى نل، شايفين شكله بيتغير بعمل ازاي؟ نل، فده اسمه حرف جر مركب. هنا نيلو، نيلا ابوسترفو، نيلا، ني، نيلي، نيلي. اخر حاجه سو، سو يعني على، سول، سولو، سول ابوسترفو، سولا، سوي، سولي، سولي. طيب الجدول ده انا مش عايزك تحفظه، انا عايزك تفهمه، تفهم ان حرف الجر ده عباره عن حرف جر ايه ومتركب معاني نوع من ادوات التعريف. لاحظتوا بس ان ال اللي هي ال بتاعت المفرد المذكر لما بتدمج بتبقى ال واحده، ال يا شباب واحده. طيب بعد ما شفنا حروف الجر البسيطه وشكل حروف الجر المركبه، تعال دلوقتي نمسك كل حرف جر ونحفظ استخداماته عشان لو جات لنا في الامتحان. حرف الجر ان طبعا خدناه في الحلقه السابقه فتعالوا نفتكره مع بعض. اول حاجه ان يا شباب بتيجي مع الميتسي ترانسبورتو، بتيجي مع وسائل المواصلات. زي وسائل المواصلات اقول لك ان ماكينه، ان ترينو بالقطار، ان مترو بالمترو، ان اوتوبوس بالاتوبيس، ان بيتشيكليتا العجله، ان ايريو تاني، ان ايريو لطياره. طيب يبقى كده اول استخدام لحرف الجر ان يا شباب مع وسائل المواصلات، لازم اجي احفظ كده. طب ايه وسائل المواصلات؟ انا جمعت لك مجموعه وسائل المواصلات عشان لو جات لك في الامتحان اعرف ان دي وسائل المواصلات فاختار ان. يبقى ان لما ايطالي لما يجوا يذهبوا بي وسيب مواصلات يختاروا ان. تاني استخدام لان يا شباب بتيجي مع بايزي الدول، لما اجي اذهب الى دوله يبقى الايطاليين لما يجوا يذهبوا الى دوله يقولوا يختاروا حرف الجر ان برضه. يبقى اول استخدام لان مع وسائل المواصلات، تاني حاجه يا شباب مع اي بايزي الدول، اجي اقول لك فادو ان ايطاليا اذهب الى ايطاليا، فادو ان ايجيبتو اذهب الى مصر، فادو ان فرانشا اذهب الى فرنسا. مثلا انديامو ان انجلترا نذهب الى انجلترا. تمام. طيب بقول لك فادو ان جرمانيا نذهب الى المانيا، طالما دوله اختار ان. يبقى تاني استخدام لان مع الدول. يبقى يا شباب الجزء بتاع حروف الجر محتاج فهم ومحتاج حفظ كبير جدا. انا كده لما اجي اذاكر يبقى كده انا عرفت ان بتيجي مع وسائل المواصلات، ان بتيجي مع الدول. طيب تالت استخدام لان يا شباب بيقول لي مع الكوني لوجي بعض الاماكن، في كده اماكن موجوده في كتاب المدرسه او عامه في اماكن بتكون محفوظه، الايطاليين لما يجوا يذهبوا الى الاماكن دي بيختاروا انهي حرف جر؟ بيختاروا ان. اجي اقول لك مثلا انديامو ان تشنترو وسط البلد، فادو ان تشيتا اذهب الى المدينه، ان فارماتشيا، ان فارماتشيا يعني صيدليه، ان بيبليوتيكا يعني انديامو ان بيبليوتيكا نذهب الى مكتبه، ان فاكانسا طبعا فاكانسا يعني اجازه، ان باليسترا كلمه باليسترا اللي هو الجيم او اللي هو صاله الالعاب الرياضيه يعني عامه، ان ليبريريا اللي هي مكتبه، ان بيتسيريا محل البيتزا، ان ديسكوتيكا اللي هو الديسكو، ان بيشينا حمام السباحه، ان فيا اقول لك ان فيا كذا اقول لك ايو ابيتو ان فيا جاريبالدي، ايو ابيتو ان فيا دانتي يبقى انا بسكن في شارع دانتي شارع جاريبالدي. طيب
يبقى الاماكن دي او الكلمات دي شباب لازم احفظها كويس جدا، علشان لما اجي استخدمها اذهب الى اي مكان من دول هختار في الامتحان حرف الجر ان. طيب رابع استخدام لحرف الجر ان يا شباب بتيجي بمعنى فين، ولما تيجي بمعنى فين دايما بيجي بمعنى بيجي معاه ده التعريف، يبقى اجي اقول لك اي ليبري سونو نيلو زاينو، الكتب بتكون في الشنطه. طبعا كلنا فاهمين نيلو ده عباره عن حرف الجر ان زائد ده التعريف مين لو. طب ليه ما قلتش نيل او نيل ابوستروفو؟ ليه قلت نيلو؟ علشان رجعت معاك ده التعريف وقلت لك ان نيلو بختارها لو الكلمه بتبدا بتزيتها، عشان كده قلت نيلو زاينو، الكتب في الشنطه. مثلا لكيافي سونو نيل كاسيتو، الكتب في الدرج. طب ليه قلت نيل ما قلتش نيلو مثلا؟ عشان الكلمه ولا بتبدا بتزيتها ولا زي ساكن عشان اختار اللو، ولا بتبدا بمتحرك عشان اختار الابوستروف، فلازم اقول نيل اللي هي ال. وقلت لكم من شويه ان ال لما تدمج مع حرف جر بتبقى ال واحده، يبقى نيل كاسيتو يعني في الدرج. طيب ناخد حرف جر السيد معانا وحرف الجر اه. حرف الجر اه يا شباب بيجي مع كلمه مهمه جدا، اجي اقول لك فادو اسكولا ابيدي، يعني ابيدي على الاقدام. يبقى الايطاليين لما يقولوا مثلا اذهب مشيا على الاقدام او سيرا على الاقدام ما ينفعش اقول ام بي دي، اقول ابيدي، فادو اسكولا ابيدي. طيب من استخدامات حروف الجر اه يقول لك اول حاجه بيجي مع لتشيتا لي كابيتالي، مع المدن العواصم. يبقى خدنا من شويه او شفنا ان الايطاليين لما يجوا يروحوا دوله بيقولوا ان، انديامو ان ايطاليا، ان ايجيبتو، ان جرمانيا، ان انجلترا، وهكذا. ولكن لازم تركز في الامتحان، لما اجي اذهب الى تشيتا كابيتالي مثلا مدينه او عاصمه، فالايطاليين يستخدموا مع المدن والعواصم حرف الجر اه. اجي اقول لك مثلا فادو اروما، فادو ميلانو، فادو افيرنسي، خلي بالك فيرنسي مدينه ايطاليه، عشان في ناس بيعتقدوا ان هي فرنشا اللي هي فرنسا، لا خلي بالك من الملاحظات المهمه، فرنسي مدينه ايطاليه اللي بيلعب ليها فريق كوره مشهور جدا اسمه فيورنتينا، اللي لعب ليه نجمنا محمد صلاح لما كان في، واحمد حجازي لعبوا فريق اسمه فيورنتينا وفريق في ايطاليا قبل ما يروح روما طبعا. يبقى فيرنسي مدينه ايطاليه، باكد تاني عشان في بعض الطلاب يفتكروا ان هي فرنسا اللي هي فرنسا اللي احنا شفناها من شويه فيختاروا ان، لا دي مش دوله دي مدينه. اجي اقول لك اباريجي، باريجي اللي هي باريس اللي هي لا كابيتالي دي فرنسا، عاصمه فرنسا. ممكن باي مدينه يقول لك فادو الاقصر، راح مدينه الاقصر. انديامو اتورينو، مدينه تورينو. انابولي، مدينه نابولي. اباري، مدينه اسمها باري. امدريد، مدريد، وهكذا يا شباب. ممكن اقول مثلا امدريد، ابرشلونه، وهكذا. يبقى لازم اكون فاهم ان لو لقيت مدينه او عاصمه اختار حرف الجر اه. تاني حاجة الحرف الجر يا شباب بختاره لو بعد النقط أو بيجي بعديه فيربو الانفينيتو، فعل في المصدر. طيب أعرف إزاي يا شباب إن الفعل ده في المصدر بيكون آخره نهايات المجموعات التلاتة اللي هي آري إيري إيري؟ يبقى تاني استخدام لحرف الجر أه بيجي مع فعل في المصدر الانفينيتو. طب بعرف المصدر إزاي آخره إيه؟ آري إيري إيري. وهنا يا شباب حرف الجر أه مش جاي بمعنى إلى، لما بيجي بعديه فعل في المصدر اكون فاهم ان هو بيجي بمعنى لكي او علشان او من اجل. تعال نشوف الامثله كده، اقول لك مثلا فادو امانجاري، انا رايح مثلا علشان اكل او من اجل الاكل مثلا. استودياري، شايفين؟ يبقى لو لقيت بعد النقط فعل في المصدر اختار اين ولا اه؟ شطار اختار اه. فاستودياري يعني يدرس او يذاكر. اجي اقول لك فادو افاري سبيزي، نحفظ فارس بيزي دي كويس جدا يا شباب، فارس بيزي يعني يتسوق. او ممكن اقول لك انديامو اليجري، ليجري يعني يقرا. يبقى ايا كان لو الفعل بعد النقط الانفينيتو اختار حرف الجر اه. طيب ثالث استخدام لحرف الجر اه مع الكون الوجي، يعني زي ما شفنا من شويه ان ليه اماكن بتحفظ، برضو اه ليه اماكن بتحفظ يا شباب، الايطاليين لما يجوا يروحوا الاماكن اللي احنا نقولها دلوقتي اختار حرف الجر اه معاها، لازم تتحفظ. اجي اقول لك مثلا فادو اليتو، اذهب للسرير يعني اذهب عشان انام. فادو اكازا، اروح للمنزل. انديامو اسكولا، اروح المدرسه. فادو تياترو، اروح المسرح. ما ينفعش اقول ان سكولا او ان تياترو، لا الايطاليين يقولوا ايه؟ ان اذهب الى اي مكان من دول يقولوا اه. انديامو اونا فيستا، انا رايح حفله.
فالاماكن دي لازم احافظها، اللي هي من الاماكن اللي بتاخد يا شباب حرف الجر. نيجي بقى استخدام مهم جدا 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 السنه دي يا شباب، ان اوراريو او حرف الجر بيستخدم مع الموعد. ازاي؟ زي العربي كده، لما اجي اقول لك في اي ساعه تذهب المدرسه تقول لي في الثانيه، في الثالثه. اجي اقول لك مثلا في اي ساعه يرحل القطار تقول لي في الرابعه، في الواحده. شايفين؟ بقول حرف الجر في اللغه العربيه اللي هو حرف الجر في. ولكن تعالوا نشوف بقى الايطاليين بيستخدموا مع الساعه حرف جرين. لما اي حد يجي يقول لك اكي اورا، طبعا اكي اورا ده سؤال بيسال عن الاوراريو الموعد. طيب في اي ساعه مثلا تذهب المدرسه؟ فنبص كده يا شباب يقول لك فادو اسكولا الي دوي الي تري. لاحظتوا هنا استخدمت حرف الجر المركب الي. امتى استخدم حرف الجر الي؟ لو انت عاوز تقول موعد او ساعه من اول الساعه 2 وانت طالع يا شباب، الي دوي الي تري وهكذا. ولكن بص المثال رقم 2 ده مهم جدا، الترينو بارتي اللونا. اون يعني الساعه كام؟ واحده. يبقى لو عاوز اقول مثلا انا مثلا اذهب الى البيت فيها الواحده، او القطر يرحل فيها الواحده، يبقى ما ينفعش اقول الله بتاعت الجامعه، لا لازم اقول الابوستروفو. يبقى الابوستروف دي بتستخدم مع اونا يعني ساعه واحده. رقم ثلاثة، طب لو عاوز اقول بالايطالي انا بذاكر من الساعه كذا الى الساعه كذا، تعالي ازاي بالايطالي يا شباب؟ او ايو ستوديو دالي كواترو الي سي. حرف الجر ضل هو معنى من، يبقى ضلي الله يعني ضلي الله من الساعة كذا إلى الساعة كذا. يبقى ناخد بالنا يا شباب، لو عاوز أقول من الساعة مثلا من الساعة 2 إلى الساعة 4 ضلي دوي الله سي أو الله كواترو. طيب في كلمتين مهمين جدا، قولوا معايا كده، ميزو جورنو ميزا نوتي، ميزو جورنو ميزا نوتي. طيب ميزو جورنو يا شباب يعني منتصف اليوم، يعني الساعة 12 الظهر. اعرف برضو الرقم ده الساعة 12 عشان بيلعب عليها في القطع. ميتزا النوت يعني ميتزا النوت في منتصف الليل. طيب عاوز اقول زي ما نقول بالعربي مثلا انا بذهب للنوم مثلا في منتصف الليل، او انا في منتصف اليوم اعمل كذا. يبقى الكلمتين دول يا شباب بياخدوا حرف الجر. حرف جر ايه؟ ما ينفعش اقول ايه الي او الابوستروف، لا يبقى ميتزو جورنو وميتزا النوت يا شباب بياخدوا ايه؟ يبقى اخر مره كده، لو عاوز اشوف اي ساعه من 2 وانت طالع اقول يا شباب الي دوي الي تري الي واي رقم. ولكن اونا بقول يا شباب الابوستروفو، عاوز اقول من الساعه كذا للساعه كذا اقول ايه؟ ضلي الله يعني من الساعه كذا للساعه كذا. طب لو لقيت في الامتحان كلمه ميتزو جورنو وميتزا نوتي ياخدوا حرف الجر. تعال نشوف كده ميني ديالوجي، ديالوجات صغيره موجوده في كتاب المدرسه بتساعدني ان انا افهم حرف الجر مع الساعه وبتساعدني في بعض معاني الكلمات. بيقعد هنا بيقول له سكوزي، سكوزي يعني معذرة. أكي أورا في أي ساعة إنيتسيا، كلمة إنيتسيا يعني يبدأ. البروسيمو سبيتاكولو يعني البروسيمو سبيتاكولو اللي هو العرض أو العرض القادم، هيبدأ العرض القادم إمتى؟ في أي ساعة؟ طبعا لو قلت لكم من أي ساعة من 2 لغاية 24 أقول ألي، هنا قال له ألي دي تشوتو يعني الساعة 6، ألي وأي رقم. طيب بص قال له طب اكي اورا فينيشي في اي ساعه ينتهي زي فينيش، قال له الي 19:50 يعني شايفين الساعه من 2 وانت طالع اختار في الساعه كذا، يبقى الي اللي بتاعت الموعد. وفي الاخر قال له جراتسي، جراتسي يعني يا شباب شكرا. تعالوا هنا نشوف مورو، بيقول مورو فاصله وبيقول له ساي انت عارف اكي اورا كيودونو نيجوتسي. طبعا كيودون يعني تغلق او تقفل، نيجوتسي يعني محلات، كلمات مهمه جدا عندنا السنه دي. بيقول له في اي ساعه تقفل محلات؟ قال له نون سونو سيكورو انا مش متاكد، ما ولكن بينسو اللونا ايميتزا يعني اعتقد ان هي تقفل الساعه كام؟ واحده ونص. يبقى اللونا ايميتزا يعني الساعه كام؟ واحده ونص. خدت بالكم حط هنا ايه؟ الابوستروفو، ما حطش الله، لسه شايفين من شويه. طب قال له سونو ابيرتي انكي البوميريجو يعني قالوا بيكونوا مفتوحين برضو العصريه او بعد الظهيره، كلمه البوميريجو يعني الظهيره. طيب انكي يعني يا شباب ايضا. قال له كريدو اعتقد دالي كواترو الي ستي ايميزو، اكيد طبعا فهمتوها يعني ايه دالي كواترو الي ستي ايميزو، يعني بيقول له من 4 الى 7:30 من الى، لا استخدم ايه دالي الي. تمام كده يا شباب؟ طيب
من ديالجو تاني من الديالجات اللي موجودة عندنا، بيقول له هنا كوانتي اوري، كم ساعة استوديا الجورنو، كم ساعة مثلا بتذاكرها في اليوم. فقال له هنا، قال له ايه، تري، 3 ساعات. قال له ضلي تشينكوي فينو الي اوتو دي سيرا، قال له يعني من الساعة 5 للساعة 8 بالليل. دي سيرا يعني بالليل. طبعا احنا ما عندناش في ايطاليا شباب اي ام وبي ام، عندنا بنقول مثلا دي ماتينا يعني الصباح، او دي سيرا يعني بالليل. طيب هنا بيقول له اكي اورا، في اي ساعة فاي اليتو، بتذهب للسرير. خد بالكم حرف الجر، مع اليتو. قال له دي سوليتو اميتزا نوت، يعني ميتزا نوت يعني 12 بالليل. شفتوا استخدم حرف الجر مع ميتزا نوت يا شباب، اللي هو حرف الجر تمام. طيب في حاجه تانية حرف الجر بس هنا مركب مع زي التعريف، طبعا زائد ال بتدينا ال. في اماكن كده معينه يا شباب بتيجي مع حرف الجر ال، دي لازم احفظها برضو، حرف جر مركب. لما اجي اقول لك فادو، اذهب لاي مكان من دول، قولوا معايا كده يا شباب، ال تشينيما، الماري، البار. الماري، البار، يعني فادو على السينما، اذهب الى السينما. فادو الماري، اذهب الى البحر. فادو البار، اذهب الى الكافيتيريا. الريستورانتي اللي هو المطعم. طب لو عاوز اسكن في الدور كذا، يبقى ايه وابيتو؟ البريمو بيانو، ساكن في الدور الاول. ممكن السيكوندو بيانو، الدور الثاني. طب يا سنيور، مطلوب مننا في الجزء ده نعمل ايه؟ لازم تكون حافظ الحاجات دي، السينما، الماري، البار، كن حافظ ان الاماكن دي بيجي معاها حرف الجر ال لما اجي اذهب الى الاماكن دي اللي موجوده دلوقتي على الشاشه يا شباب. طيب حرف الجر ده، يبقى كده يا شباب قبل ما انتقل لحرف الجر دي كانت يعني الجزء اللي فات ده كنا شفناه المره اللي فاتت في الحلقه السابقه يا شباب، وقلنا ان حرف الجر ان لما اجي اذاكر كده لازم احفظ كل حرف جر على حده. ان بتيجي مثلا مع وسائل المواصلات، ان بتيجي مع الدول، ان بتيجي مع بعض الاماكن لازم تحفظ، ان بتيجي بمعنى فين، لازم اقعد احفظ كل حرف جر كانه درس كامل لوحده. طيب تعال نشوف دلوقتي حرف جر معانا، حرف الجر ده، ده الاستخدامين يا شباب. اول استخدام بيجي بمعنى يذهب الى، بس لا يذهب الى شخص. يبقى احنا شفنا كده ان الايطاليين لما يجوا يذهبوا الى دوله يقولوا ان ايطاليا، ان انجلترا. طب لو رايحين مدينه يقولوا ولكن لو ذاهب الى شخص يستخدموا حرف الجر ده، فادو اندار دا بيرسونا، او اذهب عند اي شخص، بيرسونا. اقول لك فادو دا ماريو، اذهب عند ماريو. فادو دا تي، اذهب عندك. فادو نوي، نحن. فادو دا اميكو، اذهب لصديق. خلي بالك الشخص مش شرط يكون اسم بس ماريو، ممكن يكون ضمير زي ما انتم شايفين، نوي تي، طبعا تي دي يعني عندك. ممكن يكون اميكو، صديق. ممكن يكون بابا، مادري، ام. ممكن يكون نونو، جد، زيو، عم. ايا كان، طالما ذاهب الى شخص يبقى حرف الجر ده. طب تعالينا مع الوظائف يا شباب، قول معايا كده، دال دوتوري، دكتور. دال ميديكو، طبيب. دال دينتيستا، اللي هو دكتور اسنان. لما اجي اذهب عند شخص، الشخص مش شرط يكون اسم، ممكن يكون وظيفه، فاختار معاه ده التعريف، مش اختار ده لوحدها، لازم اختار اداه ده اللي معاه ده التعريف. دال دوتوري، دال ميديكو، دال دينتيستا، لازم اكون حافظها بالطريقه دي يا شباب. يبقى اول حاجه حرف الجر ده بيجي بمعنى يذهب الى، لو ذهب الى شخص. طيب تاني استخدام بمعنى ياتي من، ياتي يا شباب من فين، من اللي هي فينيري ده. يبقى بصوا يا شباب، لما اجي اذهب الى مدينه اقول فادو اروما، اذهب الى روما. لو اجي اذهب الى ايطاليا اقول فادو ان ايطاليا، دوله. ولكن الايطاليين لما يجي يقولوا ياتي من، ايه حرف الجر اللي يجي بمعنى من؟ حرف الجر ده، سواء جاي من دولة أو جاي من مدينة، دايما حرف الجر اللي هو يأتي من اللي هو ده، فينيري ده. شوف المثال كده، أجي أقول لك إيو فينجو دا روما، أنا جاي من روما، طبعا دي معناها يأتي من. طيب إيو فينجو دالإيطاليا، أنا جاي من إيطاليا. يبقى سواء جاي بقى من دولة أو من مدينة فالإيطاليين بيقولوا ده. ولكن العكس بقى، لما أجي أذهب إلى مدينة أختار أذهب إلى دول أختار إيه؟ إن. طيب خدت بالكم ملاحظة مهمة، مع المدن ده روما، قلتها من غير التعريف عادي خالص، ولكن مع الدول فينجو دال ايطاليا، لازم مع الدول حرف الجر ده يجي معاه ده التعريف. اقول لك دال جيتو، دال فرنسا، دال جرمانيا، دال انجلترا. يبقى ما لما يجي ده بتيجي بمعنى ياتي من، جاي من حتة، مع الدول لازم اختار ده اللي فيها ده التعريف. طيب
خلصنا من حرف الجر ده، نيجي حرف الجر دي. حرف الجر دي يا شباب برضو ليه استخدامين. اول حاجه بيجي مع الجنسيه او اصل الشخص، اللي هو اصلك منين، يعني جنسيتك ايه. طبعا السؤال ده كنا درسناه في سنه اولى، كنا بنحفظه. تعالوا بقى بنفهم بقى دلوقتي في سنه تانية السؤال ده ليه موجود او ايه السبب بتاعه. يقول لك دي دوفي سي، حرف الجر دي ده بتاع الملكيه او الاصل، يعني انت اصلك منين. دي دوفي سي، انت منين. ممكن اقول سونو ديل كايرو، طبعا شايفين دي اللي هي اصلها دي زائد ال، والقاهره دايما يجي معايا التعريف، العاصمه الوحيده اللي بيجي معايا التعريف. سونو ديل كايرو، انا جاي من القاهره. سونو دي روما، يعني انا اصلي من روما. ماريو دي اسبانيا، ماريو اصله من اسبانيا. يعني مثلا لو انا عايش في ايطاليا وحد ايطالي مثلا سالني قال لي دي دوفي سي، افهم من السؤال ده اللي هو مش بيسالني على انت ساكن فين في ايطاليا، لا ده بيسالني اصلك ايه، جنسيتك ايه. يبقى دي ده بتاع مين يا شباب؟ الجنسيه. سونو دي روما، سونو دي كارلو، وهكذا. رقم اتنين بيعبر عن الملكيه والاضافه، وهنا استخدام مهم جدا اللي هو حاجه ملك حاجه. تعال نشوف السؤال ده اللي هو دي كي اي كويستا بينا، دي كي اي كويستا بينا، يعني دي كي اي كويستا بينا، يعني لمن يكون القلم ده، بتاع مين القلم ده. طب ايه حرف جر الملكيه؟ اجي مثلا اقول لك لا بينا اي دي احمد، الكتاب القلم بتاع ايه شباب؟ احمد. يبقى القلم ده بتاع مين؟ القلم ده بتاع احمد. ممكن يقول لك الليبرو دي ايطاليانو، الكتاب بتاع الايطالي. يبقى حرف الجر دي ده بيجي بمعنى الملكيه او الاضافه، زي اوف بالانجلش شباب. اي يقول لك كويس تمكن العربيه دي ايديل راجاتسو، بتاعه الولد. طبعا حرف الجر ديل ده هو حرف الجر دي، بس مع ادب مين تعريف ال راجاتسو بتاع مفرد المذكر. يبقى تاني استخدام لحرف الجر دي بيجي معنى يا شباب، بيعبر عن الملكيه وبيعبر عن الاصلك منين. حرف الجر بير، تعالوا نشوف استخدامات حرف الجر بير والافكار بتاعته. اول استخدام لحرف الجر بير يا شباب لازم نحفظه، بيجي مع فعل مهم جدا اسمه بارتيري بير. يعني بارتيري بير؟ يرحل الى، سواء رايح دوله او مدينه او البير. يبقى عايزك في الامتحان يا شباب تقرا الجمله من اولها لاخرها. يبقى بارتيري بير، بارتيري بير، سواء يرحل الى دوله او مدينه. زي المثال الاولاني قال لك ايو بارتو لا روما، اي بارتو روما، ارحل الى روما. ممكن اقول لك ايو بارتو ميلانو، ارحل الى ميلانو. رقم اتنين ايو بارتو بير لا فرانشا، شايفين برضو الدوله بيجي معاها حرف اداه تعريف، ما قالش بير فرانشا بس. يبقى ايو بارتو بير لا فرانشا، انا ارحل الى مين؟ فرنسا. طيب بارتيري بير يرحل الى. طيب بارتيري بيجي معاها دو، طب يعني بارتيري ده يرحل من؟ يبقى انا متعود الاقي بارتيري بير، لو مفيش بير يبقى هنا عاوز يقول يرحل من، ساعتها اختار يا شباب حرف الجر ده. اقول لك ايو بارتو دا روما، انا جاي من روما. ايو بارتو دالا فرانشا، انا جاي من فرنسا. فبارتيري بتاخد بير مع المدن والدول. طب لو مفيش بير يبقى هنا عاوز يقول يرحل من، فهي يعني اداه تعريف او حرف جر بمعنى من، اللي هو بارتيري ده يرحل من. طيب تعالى هنا بقى فكره من افكار امتحانات ممكن يخدعك، يقول لك ايه بارتو، يجيب لك وسيله مواصلات. طيب بارتيري مع وسائل المواصلات يا شباب اختار ان، علشان هو يرحل بي مش يرحل الى. اجي اقول لك ايه بارتو ان ماكينه، ارحل بالعربيه. ايو بارتو ان ترينو، ارحل بالقطار. ما ينفعش بقول بارتيري بير، ليه؟ عشان بارتيري بير يرحل الى، افتكر كده دوله ومدينه، بارتيري بير يرحل الى دوله ومدينه. ولكن لو في وسائل مواصلات اقول يرحل بي، يبقى اختار ان، اختار يا شباب ان. طيب تاني استخدام لحرف الجر ان يا شباب، بير اسف، بيجي بمعنى من اجل او لكي، عامل زي كلمه فور بالانجلش. اجي اقول لك كويستو ريجالو، كلمه ريجالو يعني هديه. الهديه دي اي بير ال تو كومبليانو، يعني ايه بير ال تو كومبليانو؟ من اجل عيد ميلادك. اقول لك مثلا كويستو جيلاتو الايس كريم ده بير اي بامبيني، من اجل الاطفال. يبقى حرف جر بير ده لو قابلني في القطعه يا شباب هترجمها بمعنى من اجل او علشان. رقم ثلاثه بيجي بعد بير برضه يا شباب فيربو الانفينيتو. يعني فيربو الانفينيتو؟ يعني فعل في المصدر. طيب شفنا من شويه حرف الجر بيجي بعديه فعل في المصدر اخره اري ايري ايري. في الاغلب في الامتحان عمره ما يجيب لك الاثنين دول يا شباب، ما ينفعش بيرتيرو وما ينفعش بير عشان بير بيجي بعديها فعل في المصدر بيجي بعديها فعل فيه يا شباب في المصدر. اقول لك فادو كومباولو،
بير جوكاري، انا اذهب مع باولو علشان العب. يبقى بير برضو بتيجي لما يجي بعدها فعل في المصدر، تيجي بمعنى من اجل. طيب حرف جر تاني مع بعض السنه دي بندرسه، حرف الجر كن. كن يا شاب يعني ايه مع؟ كن يعني ايه مع؟ ليه استخدامين. اول حاجه بيجي بمعنى مع، اجي اقول لك فادو اسكولا كون لي اميتشي، اذهب للمدرسه مع الاصدقاء. فادو اسكولا كون باولو كون ماريو، يبقى كون بتيجي بمعنى مع. طيب تاني استخدام ليه، ركز بقى، مهم جدا جدا جدا. كون بتيجي مع وسائل المواصلات. ايه ده، لسه شايفين من شويه ان في حرف الجر ان بتيجي مع وسائل المواصلات، ولكن بشرط، خلي بالك، ان بتيجي مع وسائل المواصلات من غير اداه تعريف، ولكن كن لما يجي مع وسائل المواصلات لازم يجي مع اداه تعريف، ما ينفعش تيجي لوحدها. طب انا كاتب لك مثالين عشان اربطهم لك ببعض. قال لك فادو كون ال ترينو، ليه حط هنا كون يا شباب؟ عشان في اداه تعريف اليمين ال. طب قال لك هنا فادو اروما ان ترينو، اذهب لروما بالقطار. طب ليه ما حطش كون؟ علشان مفيش اداه تعريف. يبقى وسائل المواصلات اما تاخد ان اما تاخد كون واداه تعريف. رقم حرف جر معانا برضو ترا وفرا. ترا وفرا شباب بيساووا بعض، مفيش فرق ما بينهم. ترا هي ميم، فرا بيجوا بمعنى يا سينيور، بيجوا بمعنى ما بين، بيجوا بمعنى ايه؟ ما بين. طب تعالى نقرا الامثله الموجوده عندنا في كتاب المدرسه. يقول لي التافولو الترابيزه اترا لا بورتا الى فينسترا، ما بين الباب والشباك. يبقى ترا او فرا مفيش فرق ما بينهم. حد يقول لي حطيت فرا غير المعنى؟ لا، نفس المعنى. يبقى التافولو الترابيزه ما بين الشباك والباب. ورقم اتنين البانيو اللي هو الحمام، البانيو انفرا لا كوتشينا لا صاله، بين المطبخ والصاله. يبقى كلمه فرا او تراب معنى يا شباب ما بين. يجي يقول لك اخر مثال تاع فرا الاستودنتي، ما بين الطلاب تشيون برازيليانو، يوجا برازيلي. ممكن اقول لك ما بين ما بين الاصدقاء فرا ليامتشي تشيون انديانو، في واحد هندي. يبقى ما بين كذا، يبقى اختار حرف الجر فرا او ترا. نيجي بقى حرف الجر سو، اخر حرف جر معانا. سو بتيجي بمعنى على، اعرف معناها عشان بتعدي في القطعه. ولما تيجي بمعنى على بيجي معاها دايما اداه تعريف. اجي اقول لك لا ريفيستا المجله يسول تافولو، يعني سول تافولو على الترابيزه. اجي اقول لك سول بانكو على المقعد تشي ليبرو، يوجد الكتاب بتاعي. يبقى سول شفتها سولو سولا سولا ابوستروفو، سو بتيجي بمعنى على. نيجي الجدول، مهم جدا 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 يا شباب، وبيجي منه سؤال ان شاء الله في الامتحان، لازم افهم الجدول ده وموجود في كتاب المدرسه. تعال نفهم ايه الفرق بين الجمل اللي على الشمال والجمل اللي على اليمين. اول جمله مثلا بيقول لك فادو رقم واحد فوق ان ايطاليا، اذهب الى ايطاليا. كلنا متعودين ان انا مع الدول اجي اختار ان، ولكن يا شباب ان بارتيكولاري، بص كده في الجنب المثال اللي قصاده، قال لك لان ايطاليا دي السود. ليه اختار ايطاليا دي السود؟ انا اقول لك بقى. فاول مثال قال لك فادو ان ايطاليا، ليه اختار ان؟ حرف جر بسيط. هل انا عرفت لك انا رايح فين في ايطاليا؟ لا. طالما ما عرفتش انا رايح فين في ايطاليا فاختار ان. ولكن بص المثال اللي قصاده على طول، قال لك ان الابوستروف ايطاليا دي السود. حط هنا اداه تعريف مع ايطاليا. طب ليه هنا حاطط اداه تعريف ما قالش ان؟ عشان اعرف لك رايح فين في ايطاليا. قال لك ايطاليا دي السود، جنوب ايطاليا. طالما اعرف لك الدوله بكلمه سود او نورد، جنوب او شمال، اختار ان اللي فيها اداه تعريف. رقم اثنين فادو ان بيبليوتيكا، اذهب للمكتبه. كلمه بيبليوتيكا يا شباب لوحدها بتاخد ان. لما اجي اقول لك كده مثلا انديامو بيبليوتيكا، رايحين مكتبه. هل انا عرفت لك اسم المكتبه؟ لا، او مكتبتي؟ لا. ولكن يبقى المكتبه لوحدها بتاخد ان. ولكن لما يقول لك بيبليوتيكا ديلا سكولا، مكتبه المدرسه، بيبليوتيكا ديل اونيفيرسيتا، مكتبه الجامعه، بيبليوتيكا دي اليساندريا، مكتبه اسكندريه، لما يعرف لك المكتبه اختار اللي فيها ده التعريف اللي هي نيلا. يبقى مكتبه لوحدها بتاخد ان، ولكن عرفها لك اختار نيلا. يجي يقول لك فادو تياترو، كلنا شفنا من شويه ان لما اجي اذهب لمسرح اقول ولكن ليه قال هنا حرف جر بسيط؟ هل انا عرفت لك اسم المسرح؟ لا. ولكن بص في المثال جنبها، قال لك التياترو فيردي،
مسرح اسمه فيرتي. فيردي ممكن يقول لك التياترو ديلا سكولا، مسرح المدرسه، التياترو ديلوبرا، مسرح الاوبرا. طالما عرف لك المسرح يا شباب او اسم المسرح او مسرح ايه، ما اختارش ال وحدها، اختار ايه؟ ال. طيب قال لك فادو ان اوفيتشو، المثال اللي بعديه اوفيتشو زي اوفيس مكتب. قال لك انديامو ان اوفيتشو، رايحين مكتب. كلمه اوفيتشو لوحدها بتاخد ايه؟ ليه؟ هل انا عرفت لك رايح مكتب مين؟ لا. ولكن قال لك مثلا فادو ان اوفيتشو ديل بريزيدي، مكتب مثلا عميد او وكيل الكليه، بريزيدي عميد الكليه وكيل الكليه. طب ليه اعطيت اداه تعريف؟ عشان اعرف لك رايح مكتب مين. ممكن يقول لك اوفيتشو دي ماريو، مكتب ماريو، اوفيتشو دي البادري، مكتب الاب، اوفيتشو دي لاماما، مكتب الام. طالما اعرف لك مكتب مين اختار اللي فيها ده التعريف. ولكن لو مكتب لوحده ياخد ايه؟ ان. نركز بقى في المثال الاخير ده عشان مهم جدا. قلنا من شويه ان وسائل المواصلات اما تاخد ان او كن وذا التعريف. طيب امتى اختار ده وامتى اختار ده؟ تعالى نشوف مع بعض. في المثال الاولاني قال لك فادو ينترينو، اذهب بالقطار. ممكن اقول لك ان اوتوبوس، ان مكنه. ليه حط ان هنا؟ هل هنا عرف لنا قطر الساعه كام؟ لا. خلينا عرف لنا قطر رقم كام؟ لا. وسائل المواصلات لوحدها بتاخد ان، ولكن لما يجي يعرفها لك اختار كن وذا التعريف. كن وذا يا شباب تعريف. بص المثال كده اللي واقف عليه، قال لك كون الترينو ديلي ديتشي. هنا قال لك قطر الساعة كام؟ 10. طالما عرف لك قطر الساعة كام، افتكر كده، طالما عرف لك وسيلة المواصلات اختار كون وده التعريف. ممكن يقول لك مكن عربية، فادو يمكن، مش اذهب بالعربية. ولكن ممكن يقول لك مكنة دي ماريو، مكنة دي باولو. ساعتها مش ينفع اختار ان، لازم اختار كون وأداة تعريف. جدول مهم جدا 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 يا شباب. طيب تعال نشوف دلوقتي الليزر شيت سي اللي هي التمارين. بعد ما شفنا مع بعض دلوقتي استخدامات حروف الجر وخلصناها، يعني الواحده الاولى كلها يا شباب في ثانيه ثانوي بتتكلم عن استخدام حروف الجر. شفنا استخدام حرف الجر ان ودي ضا ان كون سو بير ترافرا. شفنا استخدامات حروف الجر وخاصة الجدول الأخير ده مهم جدا، اللي هو استخدام حروف الجر. إمتى استخدم حرف جر بسيط مع الدول؟ أقول لك فادو إن إيطاليا، فادو إن فرنسا. قلنا لو الدول لوحدها، ولكن لما يعرف لك الدول هختار إن معاها ده التعريف. نيل إيطاليا دي السود، نيل فرنسا. قلنا يعرف لك الدول إزاي؟ بأداة، بيعرف لك الدول بكلمة سود أو نورد. خدنا برضو ملاحظة مهمة جدا مع كلمة بيبليوتيكا، مكتبة. بيبليوتيكا لوحدها بتاخد إن، ولكن لما يعرف لك مكتبه ايه؟ بيبليوتيكا دي اليساندريا، بيبليوتيكا مثلا دي الكايرو، مكتبه القاهره، بيبليوتيكا دي روما، مكتبه روما. طالما عرف لك مكتبه ايه هختار نيلا اللي فيها ده التعريف. وكذلك مع كلمه تياترو، كلمه تياترو مسرح لوحدها بتاخد فادو اتياترو، رايح المسرح. هل انا عرفت لك رايح مسرح ايه؟ لا. ولكن لما يعرف لك مثلا تياترو فيردي، تياترو دانت، مسرح دانتي، مسرح فيردي، تياترو دي لا سكولا، مسرح المدرسة، تياترو دي الأوبرا، مسرح الأوبرا. طالما عرف لك مسرح إيه أختار التياترو. طيب نيجي بقى حاجة اللي أنا قلتها بتاع وسائل المواصلات، مهمة جدا جدا جدا. وسائل المواصلات لوحدها بتاخد إن، أذهب إن ترينو، إن أوتوبوس، إن مكنة. ولكن لما يعرف لك وسائل المواصلات لازم أختار كون وأداة تعريف. طب حد يقول لي طب يعرف لي وسائل المواصلات إزاي؟ يعرف لك مثلا ترينو القطورة، أوتوبوس الأتوبيس، المترو. يعرف لك بالساعة، يقول لك قطر الساعة كذا، اتوبيس الساعة كذا، او يعرف لك بالرقم. مثلا لو اتوبيس 24، اتوبيس رقم 24. لما يعرف لك وسائل المواصلات يبقى اختار كون وده التعريف. طيب يعرف لي مكنة، مكنة يعني عربية. يعرف لي ازاي يا شباب؟ يعرف لي بالاشخاص. يقول لك مكنة دي ماريو، مكنة دي باولو. يقول لي مثلا مكنة دولو تزيو، مكتب عربية العم. طالما عربية شخص معين أو عربية حد أختار كون وأداة تعريف. طيب ذاكرنا حروف الجر كويس، حروف الجر كويس جدا، أهم حاجة لازم حل كتير. تعال نشوف دلوقتي مجموعة تمارين عشان نطبق بيها على اللي إحنا ذاكرناه أو اللي إحنا شفناه مع بعض. إيزر شيت سي اللي هي التمارين. نشوف كده يا شباب أول جملة مع بعض. يجي يقول لك إيو سونو جيرمانيا، أنا أكون جيرمانيا، بيريستو دياري. طيب جيرمانيا ليه ألمانيا؟ ألمانيا يا ترى دولة بتاخد إيه يا شباب؟ طبعا جرمانيا المانيا، بفكر كيف الامتحان. الدول بتاخد ان، الدول بتاخد ان. ورقم اثنين فادو سكولا كولياميتشي، عاوز اقول اذهب الى المدرسه. طبعا سكولا لازم اكون حافظ من الاماكن اللي بتاخد حرف الجر ايه؟ شطار.
أسكولا، فادو أسكولا كل يوم، أذهب إلى المدرسة مع الأصدقاء. رقم 3 يقول لك فوليتي فينيري، أنتوا عايزين تيجي نوي، عايزين تيجوا، قصدي يقول عايزين تيجوا عندنا. طب إيه حرف الجر؟ نوي ده يعني نحن. طب ده دولة ولا مدينة ولا شخص؟ شخص. مين فاكر الأشخاص بتاخد إيه؟ شطار بتاخد ده. فوليتي فينيري ده نوي، عايزين تيجوا عندنا. طب هنا قال لك ايو بارتو لستاتي اونيتي، انا ارحل الى الولايات المتحده الامريكيه. طب فاكرين انا اتعمدت اقرا بارتيري؟ شطار. ايو بارتو بير لستاتي اونيتي، انا ذاهب الى مين؟ الولايات المتحده الامريكيه. حد يقول لي اختار ايه؟ لا، عشان بارتيري بير يرحل الى دوله ومدينه. 5 ايو فينجو روما، انا اتي من روما. طب هل هنا في مثلا عشان اقول اذهب الى روما؟ لا، يبقى ايو فينجو دا روما، يعني دا روما انا جاي من مدينة روما. عارفين لو في كانت تبقى روما معنى يذهب الى روما. 6 سارة فا سكولا، سارة تذهب الى المدرسة. مترو ايه ده؟ مترو دولة ولا سيارة مواصلات ولا فعل في المصدر؟ طبعا مواصلات اللي هي ان. فلازم كده اكون مذاكر حروف الجر وافكر بعد النقط، هل ده عبارة عن مدينة ولا دولة ولا شخص ولا وسائل مواصلات. رقم 7 يا شباب هنا، كون كوالي ميتسو بأي وسيلة مواصلات فاي تشينيما. طبعا كلمة تشينيما كانت من الأماكن المحفوظة، فاكرين كانت بتاخد حرف الجر ايه؟ شطار التشينيما، يبقى احفظها كده، ملهاش قاعدة، لازم اكون حافظ التشينيما. رقم 8 ماريو فا ايجيبتو، ماريو يذهب إلى مصر. طيب ايجيبتو دولة، شطار. الدول بتاخد ان، فا ان ايجيبتو. 9 انطونيو ايجويا، ودي اسمه انطونيو من متى اسمها جويا، ابيتانو ساكنين بيروجيا، مدينة بيروجيا. فاكرين المدن بتاخد ايه يا شباب؟ شطار بتاخد يبقى بيروجيا مدينة بتاخد ايه؟ 10 خلي بالك المثال ده عشان مهم جدا، ماريو بارتي روما. طبعا في ناس متسرعين ممكن يقولوا روما مدينة اختار لا، هنا لازم اقرا الجملة كلها. قال لك ايو بارتو روما، يبقى بارتيري بير يرحل الى روما. طيب امتى اقول لك الاختيار صح؟ مع اي فعل تاني غير بارتيري. يبقى لو في بارتيري مع المدن والدول لازم افكر اول حاجه فيها بير، بارتيري بير. لو ما لقيتش بير اختار ده معناه ياتي من. 11 اجي اقول لك ايو ديفو اندار دكتور، دكتور يجب ان اذهب عند دكتور. فاكرين مع الاشخاص طبعا دكتور ده شخص، شطار اختار ضل دكتوري، لازم اذهب عند الدكتور، ولازم زي ما انتم شايفين بيجي مع ده تعريف. قال لك هنا مي بياتش انداري باريجي، حب الذهاب الى مدينه باريس. شطار باريجي، باريجي اللي هي مدينه باريس، مدينه بتاخد ليه ميتش الاصدقاء فانو اجوكاري، ركز كده بعد النقط. قال لك جوكاري، جوكار، جوكار ده عبارة عن ايه يا شباب؟ هل دولة ولا مدينة ولا فعل في المصدر؟ فعل في المصدر، ما انا قلت لك فعل في المصدر بعرف اخره ايه؟ اري ايري ايري، يبقى جوكار تاخد ايه؟ اجوكاري، اللي هي ميتشو فانو اجوكاري، الاصدقاء رايحين يا شباب علشان يلعبوا. 14 يقول لك بروفيسكو انداري يفضل الذهاب الى البار. اني وقت دول بقى يذهب الى البار؟ شطار البار اللي هي الكافيتيريا، احب الذهاب الى الكافيتيريا. فلازم اكون يا شباب حافظ طبعا الماري البار التشينما، في اماكن كده بتاخد حرف الجر ال. 16 يقول لك لوكا فيني، لوكا يجي فرنسي، مدينه فرنسي، محدش اختار ان عشان فرنسي مش دوله. طب المدن بتاخد هل هنا في يا شباب؟ لا، يبقى اختار حرف الجر ايه؟ ض. ليه بقى؟ هنا مش عاوز يقول يذهب الى فرنسي، هنا عاوز يقول انا جاي من فرنسي، مدينه فرنسي، يبقى لوكا فييني دا فرنسي. كم 16 سيامو فاكانسا، فاكرين كلمة فاكانسا من هناك بتاخد ايه؟ شطار ان فاكانسا، احفظها كده، سيامو ان فاكانسا يعني نكون في اجازة. الايطالي ما يقولش سيامو افاكانسا او سيامو بير فاكانسا، لا سيامو ان فاكانسا، بنكون في اجازة. 17 يقول لك البادري بريفيريش انداري الماري، الاب يفضل الذهاب الماري، يبقى اجري اختار الماري من الاماكن المحفوظه، السينما الماري وهكذا البر.
18 نقرا الجملة من أولها لآخرها. بارتيامو نابولي، نرحل إلى مدينة نابولي. طب بارتيلا شبه تقع في جر إيه؟ بير، صح. في ناس ممكن يقول لي يا سينيور طب ما هي نابولي مدينة، أختار آه. أرجع أقول لك الكلام ده مع أي فعل تاني، ولكن طالما عاوز يرحل إلى مدينة أو دولة مع الفعل بارتيلا اختار مين؟ بير. بوتوتي فينيرا أكازا، ممكن تيجوا إلى المنزل. طبعا كازا من الأماكن المحفوظة، يا ترى بتاخد إيه؟ شطار أكازا. رقم 20، هنا قال لك إيه؟ ميو بادري فا لافورو، بابا يذهب العمل. مكنة، مكنة اللي هي بالعربية، عاوز أقول كلمة مكنة، مكنة اللي هي مين؟ عربية. فواصيل مواصلات أقول يا شباب إن مكنة. 21، قال لك فادو ترينو ديلي سي، سؤال جميل جدا وفي فكرة. طبعا وسائل المواصلات بتاخد ان، اما كون وده التعريف. طب هل هنا مع ترينو اختار ان ولا كون وده التعريف؟ لازم اقرا الجمله كلها. قال لك ترينو ما سكتش، قال لك ترينو ديلي سي، قطر الساعه 6. اه طالما عرف لك قطر الساعه كام يبقى اختار كون واداه مين؟ تعريف. عارفين لو ما فيش 6 الساعه 6 وفي ترينو بس كنت اختار ان. يبقى هنا طالما عرف لك وسيله المواصلات الساعه كام او رقم كام او الوسيله دي بتاعت مين، اختار كون واداه تعريف. 22، قال لك انديامو فرانشا ديل سود، اه قال لك جنوب فرنسا، يا ترى اختار اني يعني حرف جر؟ شطار نيلا. طب ليه ما اخترتش ان لوحدها؟ علشان نيلا هنا يا شباب فرانشا ديل سود معرفه، فاخترت هنا يا شباب نيلا فرانشا ديل سود عشان معرف لك الدولة. كده يا شباب نكون وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا ونهاية حروف الجر في الوحدة الأولى. إن شاء الله أشوفكم في حلقة قادمة من برنامجكم مدرسة على الهوا في مادة اللغة الإيطالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.